أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعدا وتفرقا معصوما. أيها الإخوة، سأتدارس أنا وإياكم بمشيئة الله تبارك وتعالى مقدمة التفسير ابن تيمية رحمه الله، وسنعرضها بمشيئة الله في 4 مجالس كما هو خطة الإخوة في هذه الدورة. وأنا أعلم أن هذه المجالس 4 وربما تكون قصيرة لشرح مثل هذه المقدمة، لكن سنستعين الله عز وجل وسنحرص حرصا تاما أن نوصل فكرة شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة. مقدمة في أصول التفسير، أصول التفسير جملة مركبة من كلمتين، كلمة أصول وكلمة التفسير. والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وقد يطلق في اللغة ويراد به القاعدة. أما التفسير في اللغة فهو الكشف والبيان، وفي الاصطلاح له تعاريف كثيرة عرفها من أجملها تعريف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بقوله: بيان معاني القرآن، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي لكلمة التفسير. أما أصول التفسير فهي القواعد والأسس التي تعين على بيان القرآن، وغاية أصول التفسير هو الفهم الصحيح لمعاني القرآن. وذلك أحسن الإخوة أيما إحسان حينما افتتحوا هذه الدورة بمتن في أصول التفسير، بما أن هذه الدورة ستكون في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فمن المهم لطالب العلم أن يأخذ بعض أصول هذا العلم، خاصة وأن مختار هذه المقدمة وهي مقدمة شهيرة وفيها أشياء يعني جدا مهمة لطالب علم التفسير. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقدمة كما سمعتم من القارئ الكريم أنه سأله بعض إخوانه، يعني احتاجوا أن يكتب لهم شيئا في أصول التفسير، فسأله فكتب هذه المقدمة. وهذا العنوان مقدمة في التفسير، تجدون بعض الطبعات تكتب مقدمة التفسير لابن تيمية ومقدمة في أصول التفسير. السبب في هذا التفاوت أن هذا الاسم أيها الإخوة مأخوذ من كلمة شيخ الإسلام، ولم يسمي شيخ الإسلام كتابه، وإنما قال: سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة، فأخذوا منها هذا العنوان. وأنبه إلى أن ابن قاسم رحمه الله صاحب حاشية الروض وجامع الفتاوى له كتاب اسمه حاشية مقدمة التفسير، يظن بعض الإخوة أنها من شروح هذه المقدمة، والواقع أن المقدمة والحاشية كلاهما لابن قاسم عليه رحمة الله. المقدمة هذه لها شروح كثيرة جدا، شرحها كثير من المشايخ في تسجيلات مسموعة وبعضها مرئية، ويعني الموجود منها الآن المطبوع منها فيما أعلم كتابان، أولهم أول كتاب طبع لشرح هذه المقدمة هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهناك شرح نزل أخيراً وشرح للدكتور مساعد الطيار، وشرحها جملة
من الفضلاء. شيخ الإسلام رحمه الله قسم هذه المقدمة إلى فاتحة، يعني التركيز يا أخواني الآن مهم لنا عندما يستطرد شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تعرفون أنه يغرف من بحر، وبالتالي تتزاحم عنده العلوم، فإذا بدأ يتكلم أو يكتب فإن العلوم تتزاحم عنده، بذلك استطرد شيخ الإسلام في هذه المقدمة. فكوننا نلخص الفكرة التي أوردها شيخ الإسلام هنا في هذه المقدمة يعيننا على ضبط المسار الذي نريده، ونؤمل إن شاء الله تعالى في هذه الدورة أو هذه الدروس الأربعة. إذن هذه المقدمة تشتمل كما قسمها شيخ الإسلام إلى فاتحة، فاتحة لهذه المقدمة، وخمسة فصول وخاتمة، خمسة فصول والخاتمة، فلا تغيب عنا هذه الفاتحة وخمسة فصول وخاتمة. وسنتكلم بعد قليل عن الفاتحة، وأما الفصول فإني أذكرها كما رتبها شيخ الإسلام. الفصل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، هذا هو الفصل الأول. الفصل الثاني الخلاف الواقع في التفسير. الفصل الثالث اختلاف المفسرين والذي مستنده النقل. الفصل الرابع اختلاف المفسرين والذي مستنده الاستدلال. أما الفصل الخامس فتحدث فيه عن أفضل طرق التفسير، ثم ختم هذه المقدمة بالحديث عن تفسير القرآن بالرأي وحكمه، وجملة من أقوال السلف عليهم رحمة الله في القول في التفسير. قال الشيخ الإسلام: فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. إذن هو هذا هدف المقدمة، تعين على ماذا؟ على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. وهذا يدل على أن التفسير ينقسم إلى قسمين: منقول وهو المسمى بالتفسير بالمأثور، والمعقول وهو المسمى بالتفسير بالرأي. ثم قال شيخ الإسلام: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، يعني فيها هذا وهذا بحسب توجه المؤلف، بحسب طريقة المؤلف، بل كما سيثبت شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة أن توجهات ومعتقد المؤلف له أثر حينما يكتب تفسيره، وسيبين لنا شيخ الإسلام أمثلة لذلك. هناك جمل يا أخواني ما ستمر علينا في هذه المقدمة من المهم استظهارها لطالب العلم، وسأشير إليها في أماكنها، منها ما سيذكره الآن. قال: والعلم، هذه قاعدة مهمة يا أخواني وفائدة نفيسة، إما نقل مصدق عن معصوم، إما نقل، العلم لا يخلو، إما نقل مصدق عن معصوم، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذه كلمة نفيسة يا أخواني في بيان العلم النافع، العلم النافع وبيان ما هو العلم الذي يطلب طالب العلم. نقول دائما طالب العلم، ماذا تطلب يا طالب العلم؟ يقول شيخ الإسلام: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، أما سوى ذلك فلا ينبغي أن ينشغل به طالب العلم، لا ينبغي أن يلتفت طالب العلم لما سوى ذلك.
والشيخ الإسلام يشير إلى علم الكتاب والسنة. ثم قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه إلى آخره. ثم استشهد شيخ الإسلام رحمه الله بجملة من الآيات. إذن فاتحة الكتاب كما قلنا اشتملت على أمرين بارزين. أشرنا إلى أن شيخ الإسلام قسم كتابه إلى فاتحة وخمسة فصول وخاتمة. الفاتحة اشتملت على أمرين بارزين. الأمر الأول السبب الباعث على كتابة المقدمة. السبب الباعث على كتابة المقدمة وهي ثلاثة أشياء. الأول سؤال بعض إخوانه له أن يكتب لهم قواعد كلية في تفسير كلام الله. هذا السبب الأول. الثاني أن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. الثالث الحاجة الماسة إلى فهم تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فقول شيخ الإسلام العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دري معلوم كما قلنا بيان للعلم النافع، إذ إن كتب التفسير فيها أشياء كثيرة أدخلت في علم التفسير ليست منه كما فعل الفلاسفة، وفيه رد على الصوفية كذلك الذين يجعلون التفسير بالمكاشفة أو الباطنية الذين يجعلون القرآن ظاهر وباطن. ظاهر تعرفه العامة وباطن تعرفه الخاصة، أو الرافضة الذين أولوا الآيات على ما يريدون. الأمر الثاني الذي اتسمت هذه المقدمة به أنها مختصرة، ولذلك قال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سواء الرشاد. الأمر الثاني أنه أملاها من فؤاده، وهذه سمة أغلب كتب ابن تيمية رحمه الله. وقول شيخ الإسلام من إملاء الفؤاد كأنه يعتذر لنفسه عما وقع فيه من بعض الأوهام التي سننبه عليها إن شاء الله في هذه المقدمة، فإن الإنسان يسبق إلى ذهنه الشيء أليس كذلك وينسى، ولذلك وقع شيخ الإسلام في إحالة بعض الأشياء سننبه عليها أثناء الشرح. هذا ما يتعلق يا أخواني بالمقدمة. الآن ندخل أو الفاتحة ندخل في الفصل الأول، وقد اشتمل على الأمور التالية: أولاً البيان النبوي للقرآن، الثاني اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن، الثالث قلة النزاع بين الصحابة، الرابع تلقي بعض التابعين جميع التفسير عن الصحابة كمجاهد، الخامس أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. فقول شيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. هذه إحدى القواعد الكلية التي ذكرها شيخ الإسلام، واستشهد لها بستة أدلة. استشهد لهذه القضية بستة أدلة: الدليل الأول لتبين للناس ما نزل إليهم، ووجه الاستدلال قال: فإنه يتناول هذا وهذا، أي يتناول المعاني كما يتناول الألفاظ. الدليل الثاني قول أبي عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن. الثالث
قوله وقول أنس وابن وفعل ابن عمر. والدليل الثالث قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وآيات التدبر. ثم قال شيخ الإسلام وجه الاستدلال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. الدليل الرابع: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجه الاستدلال قال: عقل الكلام متضمن لفهمه. الدليل الخامس: من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. السادس: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى. دعونا نقف أيها الإخوة مع قول شيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لألفاظه. هل نفهم من هذا يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل القرآن؟ من مقول الشيخ الإسلام نعم نفهم. هل نفهم أنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن آية آية؟ لا، هذا غير موجود حتى في السنن ولا في المسانيد ولا في الصحاح. ولذلك يا أخواني، الذي منكم قرأ كتاب التفسير والمفسرون أو الذين يتكلمون عن التفسير النبوي والتفسير بالسنة، يريدون هنا مسألة مهمة أنا أنبه عليها، وهو المقدار الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، ويجعلون المسألة ثلاثة أقوال. يقولون: القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جميع معاني القرآن، وينسبون لهذا وينسبون هذا القول لابن تيمية رحمه الله. منين أخذوه؟ من كلامه المتقدم. القول الثاني: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن آيات قليلة من القرآن، ويستدلون بقول عائشة: لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا آيات بعدد، وهذا الحديث ضعيف، في محمد بن جعفر الزبيري متروك. القول الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكثير من آيات القرآن، وهو رأي الزركشي في البرهان في علوم القرآن. والواقع يا أخواني أن عرض المسألة بهذه الطريقة غير صحيح. لماذا؟ لأن جعل شيخ الإسلام أو جعل قول شيخ الإسلام قولاً مستقلاً في هذه المسألة خطأ. فإن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه لا يمكن يتصور أن شيخ الإسلام العارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن البيان القولي. والمسألة التي يريدونها بين السيوطي والزركشي أو غيرهم من العلماء إنما يتكلمون عن الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. فجعل شيخ الإسلام في هذه المسألة وقول شيخ الإسلام في هذه المسألة خطأ. ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى ويقصد البيان العام أو بمعناه العام، فيدخل فيه البيان القولي، ويدخل فيه البيان الفعلي، ويدخل فيه ماذا يا إخواني؟ تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واحد يقول: يا أخي كيف أنت تقول على شيخ الإسلام هذا وكلامه نص واضح أنه يقول يجب أن يعلم أنه سلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه؟ نعلم أن طريق القرآن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف تقول أن شيخ الإسلام يقصد بالبيان العام معاني التقرير؟ نقول: حتى في هذه المقدمة يدل على كلام شيخ الإسلام. ألم يقل في طرق التفسير في آخر فصل: فإلا عليك بالقرآن فإن عياك، فعليك بالسنة فإن عليك، فبأقوال الصحابة؟ معناه كيف يقول هذا الكلام وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل معاني القرآن بياناً قولياً؟ هذا لا يمكن أن يتصور من شيخ الإسلام رحمه الله. واضح يا جماعة؟ هذه المسألة بودي أن تكون ظاهرة لأنها تحكى في الكتب بهذه الطريقة. ولذلك فنوجه كلام الشيخ الإسلام ونقول إن شيخ الإسلام يريد بالبيان البيان العام، أو يقصد بيان ما يحتاج إلى بيان مشكل، وهذا تحرير محل النزاع في هذه المسألة، خاصة أنه أورد أثر ابن عباس في آخر المقدمة وقال أن التفسير على أربعة أنواع،
وذكر منها تفسير تعريفه العامة، ما يحتاج أصلا إلى تفسير، وتفسير تعريفه استقلت بمعرفته العرب في لغتها، وتعريف وتفسير تعريفه العلماء، وتعريفه استأثر الله بعلمك حقائق الصفات والأمور الغيبية. وبالتالي فجعل شيخ الإسلام أو جعل قول مستقل لشيخ الإسلام في هذه المسألة هو خطأ، وسبب الخطأ هو عدم التفريق بين البيان القولي والبيان بمعناه العام. طيب، لعل سائل يسأل ويقول: لماذا أورد شيخ الإسلام هذه المسألة؟ كيف تحمس شيخ الإسلام وقال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن الفاضل؟ أراد به الرد على أهل الفلسفة والإلحاد في عصره الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ معاني كلام ربه بلاغاً مبيناً سوى الألفاظ، بل منهم من صرح بذلك وقال إن المصلحة كانت في كتمان معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يرد عليهم ويقول: لا يوجد شيء في القرآن تحتاجه الأمة، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد تركها على المحجة البيضاء، ولذلك لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول إن القرآن أراد كذا كما يفعله أهل الباطنية، يقول إن هذا ظاهر القرآن للعامة وباطنه تفسيره بكذا وكذا أبداً. وأما ما سيأتي من اختلافات المفسرين فلها مأخذها ولها أسبابها. إذن هذا الفصل عقده شيخ الإسلام للرد على أهل الفلسفة والباطنية الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني القرآن. من الألفاظ التي ذكر في شيخ الإسلام وهي على القاعدة التي قلتم ينبغي أن تستظهر حفظاً، يقول: كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذا صحيح، يشهد لهذه القاعدة أمران: الأول الخبر، وهو ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الثاني النظر، وأن شرف كل عصر بشرف أهله، وأشرف العصور هي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أصحابه ثم من تعلموا من الصحابة. ولهذا يا أخواني فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار، لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. مراد مجاهد هنا يا أخواني السؤال عن المشكل أو المجمل، لأن السلف كانوا لا يهتمون بتفسير كل شيء كحالنا لعلمهم بالعربية، فكانوا لا يسألون إلا عما أشكل عليهم. قوله: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، يعني به جملتهم أو المشتغلون بعلم التفسير، لا يقصد كل التابعين. هنا مسألة استطرادية يا أخواني، لما قال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. بعض الأخوة يستشكل عليه ويقول: كيف أحفظ القرآن؟ يعني أقام ابن عمر على حفظ الباقة عدة سنين، وهذه دائما تثار في مجالس تحفيظ القرآن، بعضهم يقول لك: كيف تحفظ؟ لا، احفظ وجه واحد وادرس تفسيره ثم احفظ الذي بعده. ولذلك يعني هذه المسألة يعني ليس قصد ابن عمر رحمه الله بهذا أن لا يحفظ الإنسان البتة، وإنما ينبغي أن يشتغل بفهم ما يحفظ، فإن مجرد الحفظ يا أخواني غير مقصود، وإن كان في القرآن مقصود لذاته، وتعرفون حديث اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولذلك أورد العلماء: هل يجوز أن يحفظ الإنسان القرآن دون تدبره ودون مثلا اشتغال بتفسيره؟ الجمهور وهو رأي المذاهب الأربعة جواز ذلك، وعليه عمل الناس إلى يومنا هذا.
صعب علم التفسير يا أخواني على طلاب العلم لأن الناس صعبوه، وإلا هو في الحقيقة يا أخواني سهل بل لذيذ. ذلك أن أغلب الذين يكتبون في التفسير يصب اهتماماته في كتابه، فالنحوي تجده يشتغل بعلوم العربية، والبلاغي تجده يهتم بإيش؟ مسائل البلاغة، والفقيه يصب كل علمه في التفسير. والواقع أن التفسير ما يوجد في كتب التفسير شيء فيه تفسير، وهناك أشياء خارجة عن حد التفسير، هي فوائد، هي ملحقات في التفسير، هي داخلة في معنى الآية لكن لا يتوقف عليها فهم الآية. ولذلك مهم يا أخواني الوصول إلى مسألة مرتبة فهم الآية، وما سوى ذلك من تبعاتها وأحكامها شيء آخر. سيبين شيخ الإسلام في هذا الفصل اختلاف التنوع، وسيقول لك شيخ الإسلام بكل بساطة أن أغلب ما تجده في كتب التفسير خاصة يتكلم عن تفسير السلف أنه من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل التضاد، وسيثبت لك ذلك بالأدلة. تفضل. أصل اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصير عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد. هذه قاعدة، هذه قاعدة من قواعد هذه المقدمة. أولاً الخلاف بين السلف في التفسير قليل، هذه واحدة. خلافهم في الأحكام اللي هو في المسائل الفقهية أكثر، وهذا كلام يا أخواني العارف، ليس كلام إنسان عادي، هو كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يقول وغالب ما يصح، وضع بين أو تحت ما يصح ما شئت من الخطوط، ما يصح، ليس كل ما يورد يا أخواني في التفسير بالمأثور صحيح عن السلف، يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نعم. أحدهما أن يعبر قوله وذلك صنفان، الواقع أن شيخ الإسلام أورد أربعة أصناف، أن شيخ الإسلام أورد أربعة أصناف وسنبينها إن شاء الله، لكنه ذكر الصنف الثاني الثالث والرابع استطرادا، وقال أنها ربما تلحق في الصنف الأول، والواقع أنها حقيقة أربعة أصناف. تفضل. تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يعني طويلة العبارة ولا لا؟ واحد يقول والله طويلة عبارة شيخ الإسلام، يعني هذا النوع الأول من اختلاف التنوع، نقول أن يعبر كل واحد منهم، يعني كل واحد من السلف في التفسير عن المراد، يعني عن الشيء المراد بعبارة غير، يعني هي مجرد اختلاف في العبارات. تدل على معنى في المسمى أي الشيء المفسر غير المعنى الآخر الذي أورده المفسر الآخر مع اتحاد في المسمى. أنا ألخص هذه لكم هذه العبارة بسطرين بالعبارة التالية، أكتب عندها أن يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، أن يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، يعني هذه هي فحوى كلام شيخ الإسلام أو ملخص كلام شيخ، أو نقول اتحاد المسمى واختلاف العبارة الدالة عليه، سواء أخذت العبارة الأولى أو العبارة الثانية فهي تلخيص لهذه العبارة الطويلة لشيخ الإسلام. الآن سيثبت لك شيخ الإسلام رحمه الله هذه القضية. تفضل. بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم،
كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسماً هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. من أراد البسط فعليه برسالة التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله، فقد بسط هذه المسألة وأطال فيها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.